نحرق والله حيت البلاد والله ما كتعطي شحال. حنا دابا شادين باك مونسي والله حتى انا باك شاده بسيز والو ما عندك ما دير في هاد البلاد. لا ما كتفكري تمشي لشي بلاد عاد دابا والله كنا فقدنا الامل حتى كندفعوا بحال هكا في لي زيكول والو ما كنتقبلوا كنوليو نشوفوا دابا البريفي باش غنديروا. انا كنت تحت ليا الفرصه والله حتى نحرق. اختي كبر مني مشات مسكينه حارقه من سيدي بوزيد ورجعت في الطريق حيت خافت. نقدر ولكن ماشي الريسكي بزاف. الا كانت مثلا مع شي حراق لي مضمون داكشي نمشي علاش لا. في المغرب في هذا الوقت ولاو كلشي البنات كيكون عندهم واحد الجانب ما كيبغيوش يقولوا الاحراج. انا كتبغي تمشي للخدمه تخدمي في شي خدمه اولا كتلقى مثلا بحال حنايا دابا انايا حنايا قارين شادين الباك شحال من حاجه. ملي كتبغي تمشي دابا حنا كنقلبوا نيت حنا في هذا الوقت ملي كتمشي تبغي تخدمي كيشوفوا فيك واحد الشوفه ديال انه باغي منك حاجه. يعني ماشي كيشوفك انك تشوف انك انت باغا تخدمي وانك قدوه وانك غدير شي حاجه. صراحه في المغرب ما الرؤساء داكشي الناس اللي عارفين خاصهم يفيقوا شويه حيت المغرب بزاف بزاف ضاع بزاف. والله يا خويا ما نبقى هنايا غادي نقول نكذب ما نبقاش هنا صراحه ونكذب عليك. هي المغرب فيها ما يدار ولكن فيها باك صاحبي انا هذا كان عندك الفلوس راه غتعيش. ما كانش عندك الفلوس راه غتبقى بحالنا بحالك ولاد الشعب. الظاهره ديال الحرايق راه اصلا الناس كون لقاو مثلا البديل هنا في بلادهم راه ما كانوش اصلا غيفكروا انهم يحرقوا. دابا وليتي كتشوف اي واحد اي شاب كتسولو ولا اي واحد كتسولو كتقول ليه شنو باغي دير وهذا كيقول لك خويا بغيت نحرق. بالنسبه بحكم انني مثلا انا عايش تما كاع في عايش في اسبانيا كاع الدراري صحابي اللي كاين عندي كاع في انستغرام كيسولوني دريس واش عندك شي حل كيفاش نقدروا نمشيو واش راه صافي عيينا. كاين الدراري كيكون خداو الباك فهمتيني قراو داروا ديبلومات داروا شحال من حاجه وباقي ما لقاو لا خدمه لا والو كيلقاو انا الحل الوحيد هو الهجره. كتلقى دابا كاين المشكل كاع حتى في الرونديفوات ديال الفيزا كما كاين داك المشكل في الرونديفوات ديال اسبانيا. ها هو دابا بنادم ولا باغي يمشي كاع حتى بوراقيه وما كاينش الحل. دابا شنو بان لك كيبقى يبان لهم الحل الوحيد هو انه يحرق فهمتيني. يا ربحه يا ذبحه. وحنا كنتمنوا انه يكونوا واجدين شي فرص ديال الشغل باش الناس يخدموا او لا يديروا شي حلول لهاد الرونديفوات حيت الرونديفوات تما ما بقاوش غير باش بنادم يصوفي وصافي فهمتيني. حيت كيبان لهم الحل الوحيد هو ان بنادم يحرق. كنتمنى الله يسهل على كل واحد. وبالنسبه انك باش تريسكي براسك راه ما مزياناش بالنسبه لوالديك. وهاد البلاد ديالنا ماشي ما زويناش زوينه ولكن ما عندناش الحقوق فيها فهمتي. يعني بنادم كيتعذب كيشوف راسو عنده ديبلوم عنده ماستر حاطه وجالس كيشوف انه يريسكي بحياته. انا كنتمنى تكون كونطرا ماشي حرق حيت ما نقدرش نحرق على قبل الوالده ديالي.